اخر صاحب على الجيران وغيران الجيران استاذ عبد السلام بالليل والست عناب بتاعتك دي بالنهار. على فكره الاستاذ عبد السلام عازمنا على العشاء الليله دي ما تنساش. انت مش بتقولي مامتك معزومه النهارده عندنا على العشاء؟ ما هي مامتي كمان معزومه معانا عند الاستاذ عبد السلام. هو يعرفها منين بس عشان يعزمها على العشاء؟ وبعدين يا حبيبي انت عيان وعندك برد ما تتكلمش. بصراحه بقى انا راجل البيت ولازم اقول رايي. وانا مسؤوله عن الاداره الداخليه في البيت والعلاقات العامه، وبما ان عبد السلام افندي جارنا يبقى تابع للاداره الداخليه والعلاقات العامه. انت بتقولي ايه؟ انت متجوزه عريس قطاع عام؟ يعني يرضيك اطلع عيله في كلامي قدام الراجل؟ نهايته من هنا لغايه بالليل ربنا يحلها. بتبصي لي كده ليه؟ ايه في ايه؟ اصلك بقالك مده ما عطستش. والله انا حر بقى اعطس وقت ما انا عايز. تلاقيك بتتمرد عشان تعرف عواطفي، انا فاهمه العيب الرجاله كويس. انت جبت الكلام ده منين؟ إيه؟ دي ثقافه عامه، ولا انت فاهم بس ان المحاميين هم اللي مخهم كبير؟ بقول لك ايه؟ احسن حاجه تحضري لي غدا، احسن حموت من الجوع. احمد حبيبي انا متاسفه قوي ما لحقتش اطبخ. ايه؟ ما لحقتش اطبخ. ما لحقتش تطبخي؟ الست عناد جارتنا اللي شفتها جتني من الصبح، وقبل منها الناس اللي جابوا العفش، عشان كده ما قدرتش اعمل حاجه. مش انا قايل لك ان انا لازم انام بعد ما اتغدى وبعد كده بعد ما اتغدى اروح المكتب انام ساعتين؟ لازم انام ساعتين، وبعد ما انام ساعتين اجي من المكتب ادرس القضايا واشرب اللبن وانام في هدوء. مش احنا متفقين على كده؟ انزل هات اي حاجه جاهزه وتكون خفيفه. انزل انزل السلالم دي كلها، هو انا لو نزلت هيبقى ليا نفسي اكل خفيف ولا ايه؟ فين ايام ما كنت ساكن معاك يا الله؟ قصدك ايه بقى من الكلام ده بقى؟ 100 مره قلت لك ما تخرجيش من غير اذن. انا كنت جوه البيت مش بره. مش عايز كلام. امرك. اروح في خدمه الغدا. تعالي هنا. فاضل كم جنيه اللي سبتهولك الصبح؟ 15 قرش. وفاضل 10 مسابق مصروف امبارح. ايوه يبقوا ربع جنيه اهو. خدي عليه ربع جنيه كمان وده مصروف بكره، فاهمه؟ هو النص جنيه ده هيكفي؟ الصرافي ماليش دعوه. امرك. وعشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه، هتديه دايما من وقت للتاني ان ده بيعكسك، ده بيغزلك، يقوم يحس دايما بقيمتك ويلبس تحت رجليك. تصور يا حبيبي العمال اللي جابوا العفش النهارده كان معاهم مهندس ديكور، بيقول ان بيكسب كتير قوي، يمكن 500 جنيه في الشهر. ربنا سهل لعبيده، هتعود تقضي على العالم. ومن ساعه ما شافني تصور قعد يبص لي ويقول لي يا بخت احمد بيه، يا حظ احمد بيه، ما عندكيش اختي يا نوال هانم اتجوزها واديها مالي وعمري كله. وازاي تسيب راجل غريب يخطط معاكي بالطريقه دي؟ اعمل ايه اذا كنت حلوه والناس معجبه بيا؟ ثم ان الراجل ما قالش غير كلام ظريف. المفروض انا بس اللي اقول لك الكلام ده يا ست هانم. طب ما هو انت يا حبيبي بقالك يومين من ساعه ما سكننا في الشقه دي ما بتقولش حاجه. الشقه دي مخليه فيها نفس عشان اقول ايه اللي مدلل ده؟ دي ولاعه يا حبيبي. ربنا ده ليه كده؟ زي بطلة فيلم قتلت زوجي. قتلت زوجي؟ اه. يطلع ايه قتلت زوجي ده؟ مش فاكر، ده الفيلم الاجنبي اللي شفناه مع بعض واحنا مخطوبين. كمان هنقلد بتوع السينما؟ اكيد ماما. افرد دول ودول ولا تبينش ده على الوعك ان انا من فضلك. طيب. يا ماما تعالي. على ما مش عارف اليوم ده ابدا. اتفضلي تريحي. ايه اللي بتعمله ده يا حبيبي؟ هي كانت بتلعب ماتش بوكس؟ السلالم بتاعتك انيل من 60 بوكس، صح يا حماتي؟ ايوه. اسمعي يا بنتي، انا مش هقدر اجيبكوا هنا تاني ابدا، انا مش بايعه عمري. بعد الشر عليكي يا ماما. ويعني انا اللي بايعه؟ الله، تمثيل كده ليه؟ احنا مش هنتعشى هنا. لا احنا هنتعشى بره. ولما احنا هنتعشى بره مش كنت استناكوا تحت؟ لازمتوا ايه اطلع لكم لحد فوق؟ لا ما هو بره يا حماتي بتاع نوال هانم لازم تطلعي له فوق الاول اللي هو هنا، بعد ما تطلعي هنا اللي هو فوق الاول لازم تطلعي فوق تاني.
بعد ما تطلعي فوق تاني يا حماتي هتلاقي فوق سور، تمشي من على السور زي بتوع السر، وبعد كده تنزلي. بعد ما تنزلي اذا كتبت لك ولنا النجاه نروح كلنا نطين جوه. الله، مالك يا احمد؟ انت عيان؟ ولا عيان ولا حاجه، حضرتك بتساليني وانا بوصف. اصل انا معزومين كلنا عند الاستاذ عبد السلام. عبد السلام مين يا احمد؟ اساليها هي يا حماتي، لان ده موضوع يتبع الاداره الداخليه والعلاقات العامه. انا هنا مسؤول عن وزاره الماليه، وطبعا ما صحش الوزارات تتداخل في امر تعظيم. انتوا مالكوا يا اولاد؟ تتكلموا بالالغاز كده ليه؟ يلا بينا نبتدي الرحله وبعدين هتعرفي كل حاجه. سترك سترك من الفضائح، سترك. يلا بينا. راح فين يا حماد؟ مش بتقول هنخرج؟ ايوه ما احنا هنخرج، بس مش هنخرج من هنا. امال من ايه؟ هنخرج من هنا. من هنا؟ لا انا مش فاهمه حاجه ابدا. يلا يلا بس يا ماما، هتعملوا ايه بس؟ فهموني، اعملوا معروف. وطي صوتك يا ماما. وطي صوتي ليه واحنا بنسرق؟ اصل احنا مش عايزين حد يعرف ان هو فوق. تحت فوق تحت يعني. الله، هو مين بس اللي فوق ومتحت ده؟ عبد السلام انت مجهول. مش معقول، انا مش ممكن حصل على ابدا. اجل بقى حد دماغك، لان هو هنا في الطبيعي. اجل اجل. It's nice to eat the goat with the moon. Next step is better. Not a deep arrow. I found the end. من الهاتف الداعي؟ احنا يا استاذ عبد السلام. اهلا 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 اهلا، يا الف اهلا ومليون سهلا بعرايسنا الحلوين. اهلا اهلا بيك. ما شاء الله ما شاء الله. احمد جودي. منور يا احمد بيه. فوزية هانم ماما. مش ممكن، صدقيني بشرفي لولا ثقتي في كلامك لقلت انها اختك، ولولا خايف انك تزعلي لقلت انها اختك الصغيره كمان. ميرسي قوي يا استاذ عبد السلام. يا هانم لا شكر على كلمه الحق، وصدقيني لولا خجلي وكسوفي لقلت اضعاف اللي قلته. اه يا منافق يا ابن ال تفضل. القصر نور والله. قولي لو سمحت القصر، ما هو مش مهم انك تكون عايش في بدروم او في عشه او فوق سطوح، المهم انك تكون راضي وسعيد بحياتك، وانا شخصيا بعتبر البدروم ده قصر. راي حضرتك فيه فلسفه كلها قناعه ورضا، مش موجوده عند ناس كتير. ليه مش عايزين ترقيح لو سمحت؟ ايه الطلوعات دي كلها؟ الله، دي عليها توقيعك يا استاذ عبد السلام. اللوحه دي يا فندم اسمها انهم ياكلون البنجر على السلالم. اصلنا فنان متواضع. برافو، تعرف اول ما شفتك قلبي كان حاسس انك فنان عظيم مش انسان عادي. ارجوك يا نوال هانم، احسن بحس بالخجل من اي سناء او اطراء. حتى شوفي لون جلدي اتغير ازاي. يا عم تلاقيه متغير من الروماتيزم اللي في البدرون. أو يا احمد بيه، انما ايه رايك في لوحاتي؟ هو الحقيقه استاذ عبد السلام يعني فيها تقلي فيها حاجه. دي بقى يا استاذ عبد السلام حضرتك راسمها بالقشه ولا فرشه بلاط وخدت معجون؟ احمد ايه ده؟ مش هقول رايي بصراحه ولا اكدب واخش النار يعني. ده اسم حديثي حبيبي، كل واحد يبص له ويتخيل معناه. وايه راي معاليك؟ في الحقيقه يا استاذ عبد السلام انا ملياش في الرسم، انما يعني واضح انها كلها حاجات جميلة. حلوة دي. حلوة الولاعة دي قوي. اسمحي لي اولع. ولع. لو سمحت بقى يا استاذ عبد السلام، اللوحة دي عشان دي قلقاني من اول ما دخلت الحقيقة. دي سيادة
بترسم ايه بالظبط؟ مقلب زباله؟ لا يا استاذ احمد، دي صوره الانسان المعاصر وصراعه مع الايام. عايز اقول فيها ان الزمن لا يمكن يؤثر على شباب الانسان اذا كان عنده اراده. يا سلام يا سلام. طب ده معقول؟ يعني هجيب واحد عنده 50 سنة زي واحد عنده 30 سنة؟ ممكن جدا، المهم انه يعرف ازاي يعيش عمره. انا مثلا ضارب الدنيا 90 برطوسة، بس اهم حاجة عندي ان انام بالليل مرتاح، واي مشكلة تقابلني بريك ارميها ورا قفاي. ورا قفاي؟ ده على كده بقى قفا حضرتك مليان بلاوي. تعرف اللي سيادتك قلته ده ينفع موضوع للوحة عظيمة جميلة؟ الله، راجل واقف وورا قفاه بلاوي الزمن. عارفة يا هانم بطل اللوحة ده يبقى مين؟ الراجل اللي واقف طبعا. البطل الحقيقي للوحة هو القفا. ده احنا ليلتنا فلالي بيزن. هنزلكوا راجع على طول. هو راح فين؟ ليه راح يدور على قفا عشان يرسمه؟ مش كده يا حبيبي، خف على الراجل شويه. انا قلت حاجه؟ يعني نوال بتقصد ان حكايه القفا دي ما كانش يصح انها تتقال. لو انا جبت حاجه من عندي مش هو اللي دخل موضوع القفا من عنده؟ اتفضلوا. ايه ده؟ خمره؟ لا، خمرة ايه؟ ده مشروب ياباني انا بعمله بنفسي وسميته سوزوكي. يا عم لا سوزوكي ولا داسو، احنا ما بنشربش خمر. ده مجرد مشروب منعش. بقول لك ايه؟ عايز تجيب حاجة ساعة؟ هات. مش عايز يا عم متشكرين. ادوق انا الياباني ده. ايه ده؟ هتشربي سوزوكي؟ وفي ايه يا حبيبي؟ الواحد لازم يجرب كل حاجة. الله، ده لذيذ قوي يا حماده، جرب كده. انا لا 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 يكفي كده اهو. ايه رايك يا حبيبي؟ لذيذ مش كده؟ ايه ده استاذ عبد السلام؟ ورنيش في الاول بس كده، ما بعدين تبقى. اتفضلي يا هان. لا، خليني انا الكزوزه. الكزوزه والعشاء هناخدهم في احسن مطعم في البلد. انا حجزت فيه الليله دي لاحلى عروسه والاجمل والارق حما في مصر كلها. مطعم ده ايه؟ هو احنا مش هنتعشى هنا في القصر ده ولا ايه؟ وده معقول برضه؟ يعني لسه هنطلع السلالم دي تاني وبعد كده ننزل؟ وبعدين معاك يا حبيبي، خليك رياضي مار. اسمحي يا هانم تجبري بخاطري وتاخدي شفطه واحده من السوزوكي بتاعي. انا قلت لحضرتك خليني للكازوزه. شفطه واحده يا هانم هتخليكي ما تحسيش بالسلالم لا في الطالع ولا في النازل. ان كان كده اخد شفطتين ثلاثه. لا لا، في سلام ايه؟ وحشتنا قوي قوي. ان شاء الله بنشوفك. انا عبد السلام بيت ربيت حضرتك. هي ميرسي مدام. اتفضل. حضرتك معروف قوي هنا. نص عمري قضيته هنا، اما النص الثاني بقى فقضيته هنا. ممكن اولع لو سمحت. طب هو مش حضرتك متجوز برضه ولا انت ايه حكايتك بالظبط؟ فهمني يعني. كنت متجوز وتوفت من 15 سنة. ورفضت كل الستات اللي تقدموا لي اللي جم يخطبوني. ومن يوميها وانا عايش على ذكرى ايامها الحلوة الجميلة. ونعم الوفاء يا استاذ عبد السلام. ميرسي يا هاني. ماما كمان ما رضيتش تتجوز من يوم ما بابا توفى وانا صغيره، وعاشت علشان العمر ده كله. ونعم الوفاء يا هان. ميرسي. بس انا مش موافقه على كده، خصوصا بعد ما اتجوزت وهي فضلت لوحدها. وبعدين معاكي يا نوال، مش وقت.
الاستاذ عبد السلام ما بقاش غريب علينا. غريب؟ غريب ده ايه؟ انا بعيد من العيله خلاص. هو انت بقيت من العيله وبس؟ انت بقيت العيله كلها. ممكن اولع؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت كل شويه هتقعد تولع لي سجاره وتطفيها؟ هي كان السبيل؟ بصراحه بقى دي حركه مش هي. اصل في واحد صاحبي في وزاره الصحه قال لي يا عبد السلام يا اخويا الوزاره تحذرك من اضرار التدخين. تلاقيني من وقتها اولع السيجاره ولا شدش. شد ما تشدش دي صحتك وانت حر فيها. انما تجيب لك علبه كبريت تحطها فيها. كبريت ايه يا احمد بيه؟ الجار من الجار. أولع. الله الله على الميوزك. انتوا مش ناويين ترقصوا ولا ايه؟ لا احنا بنرقص واحنا قاعدين. اسمحي لي بالرقص. انا متاسف يا استاذ عبد السلام، انا ما بعرفش ارقص. ارقص انا. الا هلا فيها. أبا ماليش في ال ارجوكي اجبري بخاطر راجل وحيد زي حالاتي، خليني احس اني لسه عايش. بس يعني قومي بقى يا ماما. المرة الجاية هتقص معايا انا بقى. شايف حلوين ازاي؟ مش معقوله يعني. انا حاسس ان بين ايديا غزال حلو جميل، بيت مخضر على ارض خضراء لونها بلون الجنه. ارجوك يا استاذ عبد السلام احسن. انا ما سمحتش الكلام ده من ايام المرحوم جوزي. وانا وحياتك يا هانم وحياتك من ايام المرحومه مراتي. اكيد مراتك كانت سعيده معاك لانك انسان لطيف. واكيد المرحوم جوزي كان سعيد معاكي لانك ست عظيمه. هم نازلين دش مع بعض بيقولوا ايه؟ ايه رايك؟ نقوم نرقص وندش زيهم. معرفش، ما تعودش على الرقص من الصبح. يا خساره، وانا اللي كنت فاكره بعد الجواز هرقص واتنطط واخرج زي ما انا عايزه في حما جوزي. الحق امك يا نوال. ايه في ايه؟
السوزوكي اشتغل. الراجل جاني للبيت وامها. يا اخوانا يا اخوانا اللي بتعملوه ده غلط. يا راجل يا راجل فرفش واضحك، هات ايدك وتعالى ارقص معانا. هات، انا محامي محترم واعرف القانون، اللي بتعملوه ده مخالف للانضباط. يا سيد يا محترم، دي حديقه عامه، والحديقه العامه معموله عشان الناس تتبسط. ما انت كمان يا حماتي يا عمتي على عماهم. مكشر ومبوز ليه؟ اضحك للدنيا، خلي الدنيا تضحك لك. امال انت متجوز ليه يا اخي؟ انا شخصيا متجوز علشان استقر في حياتي واخلف لي عيلين يا سيدي ينفعوني لما اكبر. وانا شخصيا متجوزه عشان ارقص واغني وافرح، مش عشان اشيل هم. فرحانه قوي بالبتاعه اللي انت لابسها. ايه لاعي ولاعه اللي انت لابسها دي؟ وما قلتليش قبل الجواز انك انت بتلبسي ولاعه. وبعدين معاكم يا ولاد، هو ده وقته؟ غني يا استاذ عبد السلام، غني. وانا كنت بغني بقول ايه؟ ليلة جميلة يا محلاها، فاتت وعمري ما حنساها. خليها تفوت ولا يهمك، انا حاسس ان كل ليالينا هتبقى سعيدة بالشكل ده. ليلة جميلة يا محلاها. يا عم بطل غنى وخلينا نروح الستة، ونروح احنا كمان اتنا برادت. تاكسي هناك اهو. امينة تاكسي. استاذ احمد، نصيحه مني. يا عم اطلع من نفوخي بقى. اطلع من نفوخك ازاي؟ وانا ايه اللي دخلني نفوخك عشان اطلع منه؟ لا انا اسف، انا قصدي يعني اطلع من البتاع دي عشان بيقفلوا البتاع بعد الساعه ما بكون بعد البتاع على طول. لك حق، الوقت متاخر، ناجل الكلام اللي بعدين. انا مش قادر افهم انت متضايق ليه. انا مش متضايق. امال تعبان وبتنهج ليه؟ بنهج، هي استلالم دي شويه. استلالم؟ امال عبد السلام افندي ما بينهجش ليه؟ عبد السلام افندي متربي على السمن البلدي ايام ما كان الرطل بالشساخ وال500 بيضه ببلاش، العماره كانت ب6 جنيه. انا بقى متربي على السمن الهولندي والنباتي. انا لو كنت اعرف ان انا هتجوز اصلا في شقه زي دي كنت وصيت امي تهتم بيا من صغري، لكن اعمل ايه؟ القدر عايز كده بقى. معلش يا حبيبي، بكره اجيب لك شويه فيتامينات. مش عايز زفت. امال عايز ايه؟ انا. طب يلا ننام. الواحد ينام في حاله، واضح؟ ايوه، اعمل لي فيها عيان بقى. ايه ده؟ وده؟ ودول كمان؟ انهي واحد فيهم كويس؟ كلهم كويسين. خلاص، هاتهم كلهم. لا كده، مفيش حاجة. حضرتك ساكنة هنا؟ ايوه. برضه ساكنة هنا؟ غريبة، ما شفتيش قبل كده. أصلنا سكان جداد، يا دوب بقالنا كام يوم، واخدين الشقة اللي فوق خالص. يا الله يكون في عونك. بيقولوا صاحب البيت هيشغل الاسانسير قريب. بقاله سنين بيقول الكلام ده. والسكان ما بيشتكوش؟ كل واحد مشغول وبيتكل على التاني. هي دي مشكلتنا، لكن انا جوزي محامي، هخليه يرفع قضية. صحيح محامي؟ محامي قد الدنيا، كل المحاكم بتعمل له حساب. يمكن احتاجه قريب في قضية. تحت امرك في اي وقت وبدون اتعاب. ميرسي، وده معقول؟ طبعا، احنا جيران والجار للجار. طب اتفضلي خدي معايا فنجان شاي. معلش، خليها وقت تاني.
على الاقل تستريحي من السلم ولا مش هتحبيش تختلطي بجيرانك. وده معقوله حد برضه يستغنى عن جيرانك؟ الله ده انت مظبوط. هو حضرتك بترقصي؟ مش شغلتي. الله الرقص فن جميل بس في ناس كتير بتظلمه بتصرفاتها. ما دام انت مقتنعه انك صح وماشيه صح ولا يهم. اتفضلي. وبتشتغلي فين؟ في الهيلتون. تعرفي ان جسمك حلو ينفع في الرقص؟ انا مش معقول ده انا معرفش اعمل ولا حركه من اللي انتوا بتعملوها. يا ستي كله بالتمرين. بتتكلمي جد؟ يوم ما تنمي خليها عليا انا اشغلك ومرانك في اسبوع. صباح الخير. صباح النور. انا جارتك ساكنه هنا في العماره. اهلا وسهلا. انا مكسوفه من حضرتك جدا وخصوصا دي اول مره نتعرف على بعض فيها. لا ابدا دي فرصه سعيده قوي. اصل البوتاجاز بتاعي خلص وكلمت المخزن 100 مره قالوا ما عندناش انابيب ولطفي جوزي عامل عزومه لناس اصحابه قلت اجي اطبخ على البوتاجاز بتاعك هنا. اهلا وسهلا براحتك. يا ريت. عندي هدم النبي يا ستي. طب انزلي جري هات السلم. هو انا فيا حل السلم يا ستي. الاقي عند حضرتك معلقه سمنه. جبت البصل والثوم يا بنت؟ نسيت والنبي يا ست. طب انزلي جري هات البصل والثوم. انا تعبت قوي بقى يا ست. اخ منك. بقول لحضرتك ايه؟ ايوه. ما الاقيش عندك شويه بصل وثوم. حاضر. يا دي الكسوف كده من اول مره اخد من حضرتك البصل والثوم. بسيط ما حصلش حاجه. وانا متجامله وزي السكر. جبت يا بنت اللحمة؟ يا دي حوزة ده انا نسيت اقول لك ان ثلاجتنا فاضية والنهاردة الاثنين مفيش لحمة. انا عندي هنا كيلو ونص تحت امرك. يا دي الكسوف كده اول مرة واخد منك اللحمة. لكن وحياتك اول ما يفتح الجزار ده انا ردهم لك. انا حتى ما بحبش السلف ما بحبوش ما بطيقوش ما بستلطفوش. ده يا استاذ. لا معلش. جت سليمه. مغني مني والنبي. هو حضرتك عايز شقه ايه يا جاي؟ انا مش عايز شقه انا ساكن في الدور الاحداثي. اه المفتوح. بالظبط. اهلا وسهلا منور. شكرا. في بالك منهم شويه لانهم الظاهر عليهم تشكيل. طب بتاكل موز بقشره؟ سيب الموز. طب ادوني موزتين، واحدة ليا وواحدة لمراتي. موزتين. طب موزة واحدة فرقع مراتي. هات موزة. ايه يا راجل؟ موزة. ايه ده؟ موزة. ده وجع بطنكم. يلا. أنا مش شايف. كل نفسهم فيه. بالدماغ.
مالك يا حبيبي؟ مش مهم مالي، المهم الحقيني بالاكل، واقع من الجوع. حبيبي اتصور، ما لحقتش اطبخ. ايه؟ عينيا جارتك طلعت لك تاني؟ مش هي يا حبيبي، دول جيران تانيين، بوتاجازهم خلص قاموا جم طبخوا على بوتاجازنا. يعني هم ياكلوا واموت انا من الجوع. اشرفت، ما بقتش عارفه اقول ايه. ازاي تعملي حاجه زي كده يا نواف؟ كل الناس بتتزنق يا حبيبي. يعني اعمل ايه انا دلوقتي؟ معلش نقضيها باي حاجه، واد احنا معدومين على العشاء بالليل. عبد السلام تاني؟ لا ديدي. ديدي مين؟ ديدي الرقاصه جارتنا في العماره، ست لطيفه قوي. رقاصه؟ ودي عرفتها امتى؟ النهارده عزمتنا على سهره وعشوه بالليل في النايت كلاب اللي بتشتغل فيه. رحماك من هذا العذاب، عقل مراتي فرقع وداب. كل يوم معزومين على حساب حد من الجيران. وانت زعلان ليه بس؟ ربنا يخلي جيراننا. اولا مش من طبيعتي ان انا اقبل عزومه حد ما اعرفوش. ثانيا لو فرضوا قبلت عزومه حد لازم احنا كمان نعزم؟ ولا العمليه تبقى سفلاقه يعني؟ خلاص نعزم اللي يعزمنا ولا تزعلش. يا حبيبتي انا محامي على قد، يعني اللي جاي مش مكفي الاكل والشرب والايجار، يبقى هنعمل عزيمه منين؟ خلاص اتفرج دلوقتي ونكمل بعدين. خليك ساكت، احنا وقفنا عند نعمل عزايم منين؟ ها؟